السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد مع لاشين ساعة المعل. اليوم كما تعرفوا راه كاينة سخانة، قلعة سخانة. لي كليماتيزور كيكونوا عندهم مدة ما شالوش اوتوماتيكمون حتسيبوهم مسخين كراف الداخل. مالا اليوم ان شاء الله بربي حنوري لكم كيفاش تنيطوايوهم قبل ما تشعلوهم، باسكو علاه لو كان تشعلوهم قبالة قبل ما تنيطوايوهم ماهوش حيبرد كيما لازم الحال. صاري لو كيما الفترة تاع الطوموبيل تاع كيف كليماتيزر تاع الطوموبيل. كيما راكم تشوفوا هنا عندي كليماتيزر بروند، هاوليكم بروند. هنايا كاين واحد بلاستيكات هكذا خارجين كيما راكم تشوفوا منا ومنا هاهم ليكم. نحكم البلاستيكة هذه نجبدها هكذا، نفس الشيء البلاستيكة هذه ونسي نطلع هكذا غير بالعقل كما راكم تشوفوا. دوسمو هكذا نطلع، راكم تشوفوا غير بالعقل حتى ينحل كامل كما راكم تشوفوا هكذا. راني حليتو دركا واش ندير؟ دوكا نحكم لي فيتر، دقيقة برك. دوكا كيما راكم تشوفو هادو هما لي فيتر لي يكونو مسخين حاجاكم كيما راكم تشوفو. شوفو لابوسيار لي فيهم، هايليكم شتوها؟ هادي لابوسيار كي تكون هكذا غالقة كامل الكليماتيزور اوتوماتيكمون موش حيلحق البرد كيما لازم. مالا لازم علينا اول حاجه قبل ما نشعلو الكليماتيزر تاعنا لازم نقيوهم بيان. كيفاش نقيوهم او كيفاش نحيهم؟ الحاجه الاولى نحيهم كيما راكم تشوفوا ساهلين، ما تفتح هكذا طلع هذا الماركاج هكذا غير بالعقل وتنحيهم. شوفوا حاشاكم الغبره اللي فيهم، شوفوا هذه الاولانيه نحيها هكذا. نروحو كيف لا دوزيام عليكم نحوها. شوف لابوسيار لي فيها. شوف اذا كان عندي هذا اول حاجه نحي لي فيتر عليكم. اذا كان عندي سوفلور نزفو بالسوفلور باش نخدم خدمه شابه. اذا ما كانش عندي سوفلور بالسيشوار تاع الدار وكيف كيما راكم تشوفوا. دوك نوري لكم الطريقه كيفاش تنسفوا بالسيشوار. دوك هكذا بالسيشوار نسي ننسفوا بيان هكذا. هي مليحه بالسوفلور بويس ما عندكمش سوفلور اوتوماتيكمون كامل عندنا سيشوار في الدار، لو سوا بالسيشوار. هذه اول حاجه درتها وسيتو بالسيشوار كما راكم تشوفوا. دوكا نروحو لعمليه تنظيف هذوك لي فيتر كما راكم تشوفوا. نجيبو هذا عندي لافابو وما ماكاش حاجه مليحه كيما تغسلوهم هكذا هكذا تغسلوهم بالايزيس وتحكوهم هكذا فاش بروس باش كامل تروح هذيك لابوسيار اللي راهي فيها، باسكو هذيك لابوسيار تنفضها تواسيها متروحش، فما كاش كيما تغسلهم. تغسلهم كامل هكذا كيما راكم تشوفو. ومن بعد دير لهم شويه صابون
كما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد تحكم من بروف هكذا نكمل نغسلهم مليح، نكمل نغسلهم مليح، نشللهم هكذا راكم تشوفوا كلهم بيان. كما قلت لكم نغسلهم مليح مليح، لازم هذاك لابوسيير اللي راهي الداخل، باسكو هذيك لابوسيير راكم عارفين تجي من البونصاب، تجي من الريح تاعي ما تشتا، والكومبريسور البرناني اوتوماتيكمون حيدخل كلش. ثم هذه يكون الريح بزاف اوتوماتيكمون كلشي يدخل للداخل. هذا ما اللي فيه الماء باش ما يدخل والو. شوف كيفاش رايك، شوف كيف رجع جديد. شتو نغسلوهم مليح كما تشوفو هكا، شوف شوفو كيفا كان كيفاش رجع. شوف هكذا نغسلوهم مليح. اما هذو اللي يكونوا الداخل راكم تلقاوهم الداخل شغل، هذوما ثاني نغسلوهم مليح كما راكم تشوفوا. بعد ما نكمل نغسلهم نسيب باش نفضهم هكذا مليح، نفضهم مليح 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 هكذا، ونخليهم ينشفوا هكذا، نخليهم ينشفوا. وإذا حبيت نكتيفي شويه روحي باش نشفهم، نشفهم بالسيجوار. هنا نخليهم ينشفوا ونوريكم الطريقه الثانيه، ونوريكم الخطوه الثانيه اللي حنديروها كي يكونوا ينشفوا. هذا بقى نخلي هذوك لي فيتر ينشفوا مليح. واش نجي ندير انايا؟ نجي دوكا نشعل الكليماتيزور تاعي، نشعلو باسكو ماشي مليح قباله تشعلو قباله تبدا تبرد هكذا، يبدا في وضع في وضع التبريد. بغيت نوريكم، هايليكم تيليكوموند تاعنا، هايليك الأون، هكذا نشعلوه. دوك نروح لهنا المود، راك تشوف فيها مود، ندير هذا المود فان. ندير هذا المود فون، راك تشوف فيه دوك هذا المود فون، هذا ما يسخن ما يبرد ما يدير والو، هذا دوك يديكاجي الهواء برك اللي راه فيه الداخل. هذا واش يدير دوك؟ كاش بوسيير راهي الداخل ولا كاش عفسه هكذا يديكاجيها، خليوه حتى ان كاردور ولا نص ساعه كي خلاص النص ساعة تاعنا، نعاود نمونطي لي الفيتر هاذوك وندير وضعية التبريد. دوك نخليوه حتى نص ساعة ولا، ومن بعد نعاودو نديرو نوريكم كيفاش نمونطيو لي الفيتر تاعنا. بعد ما نشفو، أنا نشفتهم بالسيشوار، نتوما تحبو تخليهم ينشفو باسكو عندكم الوقت، وإذا ما كاش عندكم الوقت بس يشوار نشفوهم. دوك نرجع هادوما هنايا كيما راكم تشوفو كيف كيف بالنسبة لهاد الطريقة.
كيما راكم تشوفوا هكذا نونطيوهم. من بعد كي نكمل نمونطيهم نروح نديرهم داخل الكليماتيزر. دونك بعد ما خليت الكليماتيزر تاعي دار في الوضعيه هذه مده تاع نص ساعه ولا ربع ساعه نروح نطفيه. دونك كي نطفيه نعاود نمونطي لي فيتر تاعي اللي كنت نحيتهم من قبل. هاي ليكم ندخلو نحطو غير الداخل هكذا ونبدا نطبع فيه غير بالعقل غير نشد بلاصتو. ومن بعد ندخلهم هنا في هاد الديكروشي شتوهم متهزوش سي بون. هذا بالنسبة للفيتر الأول. نفس الشي بالنسبة لدوزيام فيتر هكذا وندير لهم كيما قلتو. شوفو دوكا كيفاش تنقاو كليماتيزر تاعنا دوكا يخدم خدمة شابة يبرد مليح. دونك هذه نعاود كما راكم تشوفون نعاود نطبع نعاود نهبط نهبطها غير بالعقل. نغلق هذه هكذا نغلق هذه هكذا ودوكا نشغل الكليماتيزر تاعي في وضع التبريد عادي. دوكا نبدل المود كما راكم تشوفون. إلى هنا نكون انتهينا من حلقة موضوع اليوم. شاركوه مع أصحابكم وأحبابكم باسكو بزاف الناس كليماتيزور باسكو إلا ما استحفظتش عليه أوتوماتيكمون راه رايح يفسد. وكيما راكم تشوفوا السنة غلاو بزاف مالا واحد مالا به سي كيف يستحفظ عليه قد اللي يقدر. وفي حلقة أخرى. السلام عليكم.